الفوارق في قيمة الفرقتين يكفي ان انا اقول لكم انه القيمة التسويقية للنادي الاهلي 26.45 مليون يورو، لنادي البركان 8.8 مليون يورو، لكن اغلى لاعب في نادي البركان عمر نمساوي ب 727 ألف يورو. مين اغلى لاعب في القيمة التسويقية في النادي الاهلي؟ محمد الشناوي، القيمة التسويقية له 2.5 مليون يورو، ده حسب موقع ترانسفير ماركتينج. محمد الشناوي صاحب القيمة التسويقية الأعلى، كابتن النادي الأهلي، نشوفه في المؤتمر الصحفي مع ميتسو موسيماني قال إيه النهاردة. أكيد طبعًا المباراة هتبقى قوية بكرة، طبعًا إحنا يعني قعدنا فترة طويلة جدًا في معسكر من ماتش سان داونز لغاية هنا، لغاية ما جينا الدوحة. طبعًا إحنا مبسوطين جدًا إن إحنا موجودين طبعًا في دولة قطر، طبعًا وسعداء إن إحنا موجودين هنا، ومن كأس العالم الأندية عملنا مباراة كويسة هنا في الدوحة. وطبعًا المباراة بكرة صعبة جدًا، دي مباراة بطولة بيبقى لها حسابات تانية. فرقة نهضة البركان احنا بقالنا فترة بنتفرج عليها، وفرقة قوية جدا زي ما الكوتش قال. اللعيبة كلها عارفة أهمية المباراة وعارفة صعوبة المباراة، عشان كده اللعيبة كلها عارفة إن نهضة البركان بيلعبوا بروح عالية جدا في الملعب، واحنا إن شاء الله البطولة دي غايبة عننا بقالنا 7 سنين، إن شاء الله نرجع بيها إن شاء الله، واللعيبة إن شاء الله مركزة وربنا يوفقنا إن شاء الله. اللعيبة كلها بتبقى مبسوطة إنها تبقى موجودة في دولة قطر، طبعًا إحنا كلنا يعني عندنا ذكرى كويسة جدًا في كأس العالم الأندية اللي إحنا طلعنا تالت في قطر، وإحنا يعني سعداء إن نبقى موجودين هنا وبنلعب هنا في دولة قطر. تاني حاجة بقول للجمهور، طبعًا إحنا جمهور، إحنا الفترة اللي فاتت دي كان عندنا 5 ماتشات مهمين جدًا، الفترة اللي فاتت كنا إحنا واخدينها بتركيز كامل، وبالنسبة لنا كان عدينا دلوقتي 4 وإحنا عندنا ماتش دلوقتي ده الخامس بالنسبة لنا. احنا بالنسبه للجمهور احنا على طول جمهور بيطلب مننا على طول البطولات، ودي بالنسبه لنا دي بطوله واللعيبه كلها عايزه تحققها. احنا يعني اللعيبه اللي موجوده كلها معظمها ما حققتش البطوله ديت، كلهم في دماغهم ان احنا ناخد البطوله ديت، وعايزين نجيب للجمهور يعني البطوله الرابعه، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونقدر نفرح الجمهور ونرجع بالبطوله ان شاء الله. طبعا بذكر كلامك على الكلام الجميل اللي طبعا سر الفتره اللي فاتت دي، طبعا لا احنا اهم حاجه بشتغل كويس، واهم حاجه اركز في تمريني، واهم حاجه الفرقه بالنسبه لي، احنا فرقه جماعيه، هي لعبه جماعيه، مش انا لوحدي اللي بقى كويس في الملعب، الفرقه كلها طبعا بتساعدني وانا بساعد الفرقه، احنا كلنا فرقه جماعيه ده في الاول وفي الاخر، واهم حاجه كل واحد عارف ايه مسؤولياته وايه طلباته في الملعب، وبننفذ كلام الجهاز الفني، دي اهم حاجه عندنا، والفرقه كلها بتلعب يعني مجموعه واحده، يعني احنا بنلعب فرقه جماعيه. تاني حاجه انا قلت قبل كده ان عالميا هو بالنسبه لي مثلا الاعلى هو نوير، وطبعا محليا طبعا كابتن حسام الحضري. طبعا بنتمنى بكره ان شاء الله الفوز دينا ان شاء الله، ونرجع نفرح جمهورنا بالبطوله ان شاء الله، البطوله 7 لكاس السوبر، واهم حاجه عندنا يبقى معانا بكره التوفيق للعيبه كلها، ونعمل مباراه قويه، واهم حاجه نطلع بيها ان شاء الله بالبطوله، ونقدر نفرح جمهورنا ان شاء الله. شوف انا دايما اتوقف عند جمل براها هي الاهم، بقيه الكلام ممكن نكون سمعناه قبل كده. انما لما الكابتن الشناوي وكابتن الفرقه يقول لك احنا اهم حاجه ان احنا ننزل واحنا عارفين مطلوب مننا ايه وننفذه بالتزام، لان احنا فريق جماعي والجماعيه مفتاح اي فوز. اتوقف هنا ان الناس دي لا مذاكره وعارفه هو قال مطلوب مننا ايه وهنحاول نلتزم بيه. يا رب التوفيق لكل العناصر بكره، واولها طبعا الفريق، وثانيها او اولها مقرر التحكيم. التحكيم الحكم مصطفى غربال حكم القضيه، ممكن فاينل السنه اللي فاتت، شوف برضه هنقول كل ده ما يهمنيش. انا عايز اعرف هو القضيه ممكن كان يقدر يعمل فيها حاجه؟ ليك ورا من نص الملعب ومتشاطر، الراجل خد على بتاع ركبته وراحت في المقص. انا عايز ان القرارات تبقى عادله للفرقتين، عشان لما اكسب بجداره، ها، ولو لا قدر الله حصل شيء تاني ما بقاش قاعد حاسس بالظلم. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق باذن الله تعالى للاهلي بكره، ويضيف هذا اللقب المهم، لقب غايب 7 سنين، يعني برضو ما يصحش يغيب اكتر من كده.